متوازن برغم ان موسيماني جاي كمان من السوبر الافريقي، في ارهاق للعيبه وفي غيابات، في السوليه حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو دلوقتي، السوليه لما غاب حمدي فتحي اضطر انه يرجع تاني نص ملعب، فده عمل خلل في الاداء ورا. كمان ان موسيماني بيفكر اكتر في كاس العالم للانديه، بيفكر هيعمل ايه، واللي جاي احسن، وعلي ماهر كمان كان قافل الجيم قوي. هو الاداء كان حلو شويه بس اللعيبه ما كانتش نفس الاداء بتاع الماتش اللي فات بتاع الرجاء، يعني ما كانش فيه الحماس بتاع اللعيبه. يعني احنا جبنا جون في اخر ثانيه اللي هو في الدقيقه 89 طه لما جاب الجون، ما فيش الروح بتاع الماتش الرجاء. هي اللعيبه عامه رجاله في كل الاحوال، بس هو موسيماني التشكيله كانت فيها لخبطه امبارح كتير، يعني لويس ميكسوني كانش بيلعب في مكانه، هو التجربه حلوه بتاعت احمد عبد القادر، عايزينه لاعب عمار حمدي كهربا، الناس دي لازم تاخد برضه المشاركه بتاعتها. لا كان ده متوسط على عكس المعتاد من الفريق، بس ده برضه راجع ان كان فيه ارهاق جدا في البطوله العربيه، ماتش السوبر برضه كان فيه ارهاق، في تركيز برضه عشان المنتخب في تجمع بتاع الامم الافريقيه اللي جايه، فده كله كان مأثر على اداء اللعيبه امبارح. عايزين نقول ان الاهلي دلوقتي اصبح عنده تيم كامل بالدكه الاحتياطي بتاعته، بينزلوا في اي وقت بيعملوا الفارق مع النادي الاهلي، زائد كمان ان في حاجه بالنسبه للنادي الاهلي ان ضغط المنتخب على لعيبه النادي الاهلي ده سبب الاداء بتاع امبارح. بيتسو موسيماني لازم يفكر الاول يبدا بتشكيل صح، لان كل التشكيلات اللي في كل ماتش بيبدا بتشكيل، التشكيل دوت بيتعب اللعيبه وبيضطر ان هو يغير، بيبقى خلاص الماتش بيروح مننا. انما الاهلي طول عمره بنبدا بتشكيل صح بنكسب الماتش. بالنسبه للتشكيل لا، موسيماني عايز يظبط الاداء شويه في التشكيل، لان كده في حاجات كتير جدا عايز تظبط. حسين الشحات امبارح ما كانش بدا، حسين الشحات بيلعب اخر نص ساعه او اخر ربع ساعه بس. والله اداء الاهلي كان معظم لعيبه الاهلي انا لاحظت ان هم ادائهم مرهق نتيجه اشتراكهم في بطوله كاس العرب مع المنتخب المصري، وايضا بعض لعيبه الاهلي كانت مرهقه نتيجه اشتراكهم في ماتش السوبر الافريقي امام الرجاء، وكان ماتش قوي اهلك اللعيبه بنسبه كبيره. طبعا الارهاق، اللعيبه لسه راجعه من السوبر الافريقي، فيعني عبء مباريات، وفي منهم طبعا لعيبه دوليه، حضرتك عارفه ان كان في بطوله عربيه، فده ممكن يكون مؤثر على اللعيبه بشكل كبير، والارهاق معاهم بشكل كبير ممكن يكون هو ده اللي مؤثر على الاداء.